اسم ديالي عبد القادر قنوش، الوالد ديال الضحيه الله يرحمه مسكين الله يرضي عليه، قنوش محمد. واش غنقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الخبر كل واحد عنده ولاده، كل واحد عنده اللي عزيز عليه، راه عارف الخبر ملي كيسمع هكا. وحادثه ماشي مزيانه، حادثه قبيحه خايبه خايبه. انا ناعس، مازال ناعس، 8:30 يمكن ولا ما عرفتش. انا تعيطوا لي واحد جوج الناس، قالت لي المره ما تتكلمش جوج الناس كيعيط، خويا وخوها واحد السيد جارنا. اخويا انا نتمنى نعس، معنا وضوني من نعس ما بين المهم من 8 ل 9، هادشي اللي كاين ديال الصباح. ديال الصباح لان ناض في الصباح مسكين، لان هو في الليل بعدا دخل عندي قال لي با غدا ان شاء الله غادي نمشي ندير رانديفو، عندي رانديفو غدا ان شاء الله ديال الطبيب، نشوف واش غيقولوا لي على السكانير، لان كان داير واحد السكانير على هذا شي شهر يمكن ولا. قلت دابا راه مزيان، قال لي دابا الحمد لله، دابا غير بغيت غير نطلع نتاكد وصافي نشوف داك داك الجواب. حيت الطبيب قال لي ملي دير 20 يوم سالي الدواء اجي عندي. هو كان كيعاني من الرجل ديالو، كان كيحرقو واحد شويه، وداك الحريق طول عليه بزاف، داكشي علاش دار السكانير مسكين الله يرحمه مسكين. ايوا المهم داك يمكن 8:30 يمكن هكاك. حتى جا عندي نسيبي وواحد جارنا، لانهم اللي شافوه في الصباح كان معاهم واحد، كان معاهم في ستالاسيون وحشو واش عنده، عيطوا لي قالوا المهم راه ولدك شي حاجه. خرجت انا ما شفتش داك نسيبي ولا داك الاخر، جات مرات نسيبي لانها مع جنبي، قالت لي ودي راه محمد ولدك راه دارك سيده. حيت قلت لها قولي لي شنو كاين شنو كاين، قالت لي راه محمد ولدك دارك سيده. المهم صافي المراه قالت لي بقات عليا لا نمشي معك، هذا ولدي محمد دارك سيده، هذا ولدي دارك سيده. المهم خرجت جاب لك شايف معايا فيها السكر، طاحت لي في الدروج، هزيت جاب لك شايف، طلعنا شدينا طاكسي طلعنا للمركب، طلعت لقيت داك صحاب لابيلانس خارجين في الباب. السلام عليكم. السلام. قال لي قلت له ولدي واش نتوما ملي شفتو داك الكسيده اللي حدا الرحمه؟ قال لي ايه. قال لي اش كيجيك هذا؟ قلت له ولدي. قال لي الشريف البركه في راسكم. قلت له الله مات، كطيح لي المراه تما. ايوا المهم هزو معايا المراه الله يجازيهم بخير، الناس دخلناها بقينا كنرشوا ليها الماء. دخلت ملي شفت ولدي ما عرفتوش، وجهه ما تخربق، وجهه تخربق ولا بحال شي شريحه، داك الشريحه مبزطه هكا كلها. ايوا المهم بقيت كن جاو عندي البوليس سولوني وداكشي، قلت لهم اودي انا راه ما شفتوش كيفاش ضربو، قالوا لي كيفاش ضربو، قلت لهم ما شفتوش. المهم بقاو كيخلطوا عليا صحابو، لان ساقوا له الخبر، مع هو معروف في عوينة الحجاج معروف، ساقوا الخبر بقاو كيجيو عندي للسبيطار مساكن. اودي راه قال لك هو، قلت لهم ما عرفتش انا، بغيت نعرف انا غير كيفاش دار هاد القصيده. قال لك هو كان طالع، كان طالع المركب على حساس باش يشوف داك الرانديفو ديالو، واش شوف شاف شي مراه هرب عليها شي شويه وداير لجيت داير عليه من جهه الرحمه. داك الكاميوت هو داير نفس الاتجاه ديالو، قاسو ما عرف واش قاسو بالبرشوك الاول ولا شنو، طيحو طاح الموتور مشى قدامه مول الكاميو زايد، ما شافوش ما شافش الراجل طاح. جاو الناس بقاو كيغوتوا عليه حباس 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 حباس. منين نزل هو السيد الموتور داز، زاد هو زاد داك شويه، هو طاح مسكين طاح على وجهه على ما كيعاودوا لي، طاح على وجهه داز له على وجهه هكا، داز له على راسه هكا، دار له الوجه هكا من هالجهه هذه. الناس جاو نزل داك الشيفور بقى كيقول له نوضه صاحبي تقعد، نوضه صاحبي، نوضه صاحبي تقعد. جاو الناس داروا فيها اش كتنوض السيد راه ميت، راه شحال اش كت مات في البلاصه، لا مات في البلاصه، مات في البلاصه، ما مات في البلاصه، لما كيعاودوا لي الناس مات في البلاصه. ايوا هذاك جا المدير ديالهم بقى كيصور داك الشيء، جا شي واحد قال له راه صاحبي حشومه، بقاو كيزعفوا على داك مول الكاميو، حشومه عليك هذا الشيء صاحبي، واش نتايا ملي ما عندكش الكاميو؟ قالوا الناس انا مش 100% ما عندوش الفران، لان هو ما فرانش، لان هو حس بشي ضربه ولكن ما عرفهاش فين هذا.
قالوا لي داك الناس قال لك اودي هذا السيد هذا راه تقريبا 20 يوم هو محبسين وهذا الشيفور هذا وما بغاش يشد هذا الكاميو لان ما فيهش الفران وهذا الشيء هذا المسؤوليه كتحمل ماشي للشيفور ويا حتى الشيفور لان الشيفور خصو ما فيهش الفران ما يطلعش اخويا بناقص واخا نخرج من هذه الخدمه لان غيعرف راسو راه معرض للخطر ومعرض الناس للخطر بجوج ماشي غير هو ماشي غير الناس يقدر يتلاح به في شي كاف في شي حافه يقدر يدخل به في شي حائط يقدر يدخل في شي بزاف د الحوايج بزاف يطلع في شي فوق شي طوموبيل بحال شي واحد بحال يدوز فوق ولدي هكا يعني كما ولدي كما واحد اخر بحال بحال انا كنحمل المسؤوليه لهاد المسؤولين لهاد المسؤولين اللي شادين المسؤوليه وما قادينش بها وما قد ما المهم امانه هذيك عندهم في عناقهم يعني هذيك المسؤوليه راه امانه والعيسى اللي ما يقدش بالامانيه بعد منها وما كيخصهم غير صافي سير هز الكاميون سير للبلاصه الفلانيه عيطوا له راه البلاصه عامره بكذا وكذا كذا شي صافي كيقول له هز الكاميون ما كيعرفش داك الكاميون شنو فيه شنو خاصو واش فيه الفران ولا ما فيهش واش الضوا ولا فيه ما كيعرفوش داك الكاميون ما كيديروش يعني حاسبين داك الكاميون بحال داك الطروحه شكل اللي كيكون في الزنقه حتى هو زبل. لا ما تواصل معنا حتى شي واحد ما جا عندي حتى شي واحد كاع لا والو ما جا عندي حتى شي واحد المطلب ديالي اش غنقول لك الله ياخذ الحق في هاد المسؤولين اللي ما قديش بالمسؤوليه وما كاينين شي مسؤولين ماشي نعمو كاين شي مسؤولين اللي قادين بالمسؤوليه لان المسؤوليه راه ما كيزيد ليها غير سيدي ومولاي اللي قاد بها اللي قاد بها اللي ما قادش بالمسؤوليه يبعد منها راه كاينين شباب اللي عرف يسيروا ما نعرف شنو انا ابن العم ديال السيد اللي توفى نهار الخميس عبد اللطيف كنوش ابن العم ديال السي محمد كنوش تلقينا الخبر بواحد الصدمه اللي ما كناش كنتصوروها كاع كنا ناعسين حتى اتصلوا بينا بان اجيو انا تواصلت معايا الاخت ديالي هي اللي كانت اتصلت بي قالت لي راه محمد راه توفى انا بحال ما مصدقش نايض وانا مرفوع كيفاش ولد عمي يلاه كنا انا وياه 11 الليل بس لا صحا سلام تا فاش فقنا وطلعنا شفنا شنو كاين قال لك حقا راه مات بحادثة السير مع شاحنه ديال اوزون وقالوا لنا يعني ماشي غير واحد ماشي غير جوج اللي تشكى من داك الشيفور فاش كنعطيوه الاوصاف ديال عدد الاصدقاء يعني وصيفطوا لنا اوديوات في الواتساب بان راه وقع لهم شحال من واحد وقع له نفس المشكل مع هذا الشيفور هذا كيقول لك راه شحال من مره كان غيضربني شحال من مره كان غيدوز فيا يعني ما كيعتبروش واحد انسان عادي غادي بموتور بشكليط ولا على رجليه واحد الاضافه غير حيت هذا الانسان عادي ما جاوش سولوا فيه في الحين لو كان ولد شي مسؤول مدير شركه ولا شي مكانه مرموقه في هذه المدينه كون قامت القيامه في المدينه وياخذوا له الحق ديالو في ظرف 24 ساعه ولكن لحد الان هذا السيد هذا 48 ساعه دابا باش توفى مسكين ما كاينش اللي سول فينا ما كاينش حتى اللي قال ان ندير غير الواجب الانساني كنشوف هاد الناس راه كتشوف يهود ونصارى الا دار شي حاجه كيمشي يدير واحد العمل الا دار واحد الخطا اما هادو ما كاين حتى ما فهمش لا الحس الانساني ولا الاسلام. انا اسم ديالي حجامي فواك السكينة ديال عوينة الحجاج ومن الجيران ديال المرحوم الله يرحمه السي محمد كنوش المرحوم الله يرحمه كان عزيز على السكينة وكان من اطيب خلق الله ورجل خالق هو المعين الوحيد للعائلة ديالو. اي بالنسبه لهذوك الناس اللي كانوا حاضرين انه حيث الشاحنه كتيقولوا باش جاي باش داير حيث جر الضحيه جروا معاه مسافه ديال 50 متر والمرحوم كنعرفوا عليه من اطيب خلق الله ولد الحومه ديالنا خلق وترابي حنا خلقينا في هذه الحومه وكبرنا في هذه الحومه خلقينا مع بعضنا هو صنايعي تيخدم هو سود والحداد وكان راجل خاض دري خالق من اطيب خلق الله والسكينه كلها كتبغيه.